الوقت الذي ما زال فيه اللبناني يلملم ما خلفه انفجار مرفأ بيروت من دمار مادي ومعنوي، وفيما لم تبرد بعد حرقة العائلات التي فقدت أبناءها جراء الإهمال والفساد المتجذر في القطاعات الحيوية للدولة، وفي ظل انتظار نتيجة التحقيقات التي كان من المفروض أن تخرج بنتيجة بعد 5 أيام، وهذا ما وعدت به الحكومة. خطوة من حزب الله تطرح أكثر من سؤال في التوقيت والاستهداف، فبعدما قدم الحزب دعوى ضد فارس سعيد وموقع القوات اللبنانية اللذين اتهما الحزب بالمسؤولية المباشرة عن الحادث، قدم رئيس تجمع محامي حزب الله حسين هاشم دعوى جزائية جديدة ضد بهاء الحريري على الخلفية نفسها. لماذا اليوم وبعد 4 أشهر على الانفجار، مع العلم أن تلك الاتهامات كانت منذ اللحظة الأولى؟ لابد هنا من تذكير حزب الله ببعض المواقف. لا ب30 يوم ولا ب60 يوم ولا بسنة ولا بسنتين ولا ب30 سنة ولا ب300 سنة بيقدروا يلاقوا أو يعتقلوا أو يوقفوا. رأينا أن من واجبنا ونحن الذين ندافع عن الوطن وأهله أنه كمان حقنا وحق شهدائنا وتضحياتنا ومسيرتنا وناسنا وكرامتنا وعنفواننا وبلدنا ووطننا والسلم الأهلي كمان ندافع عن أنفسنا بطريق أول. ونسأل أولاً، ماذا تغير اليوم؟ فصار الحزب الذي يملك مقومات الدولة داخل الدولة جاهزاً لأن يسلك طريق المؤسسات الرسمية في البلاد. ثانياً، هل سيدعي حزب الله على المجتمع الدولي كله؟ علماً أن تقارير دولية أشارت إلى اتهامات وجهت إليه في أكثر من بلد لاستخدامه نترات الأمونيوم لتنفيذ عملياته. محلياً لا إجابة حتى اليوم عن مصدر النترات وسبب تخزينها بهذا الشكل وماهية السرية بما يخص العنبر رقم 12. ودولياً حزب الله رافض لحل يعتمد طرفاً ثالثاً خارجي بعيداً عن الصراعات الداخلية من أجل تحقيق شفاف. فما الحل بين كل تلك الاتهامات والردود المقابلة؟ اليوم إما يسعى حزب الله إلى جانب فرقاء سياسيين آخرين إلى إثبات استقلالية القضاء وكشف مضامين كل التقارير الدولية التي أرسلت إلى الدولة اللبنانية فتنصفه إذا كان فعلاً بريئاً وله حينها من الشعب اللبناني الجواب الإيجابي، وإما في حال رفض فليتحمل المسؤولية. وبالمناسبة، إذا كان حزب الله يحترم القضاء اللبناني فلماذا لا يسلم مطلوبين صدرت بحقهم أحكام؟